ضعفاء. فرح نرجع نذكر المشاهدين بمبادرة إفطار صائم برمضان مع أطفال الحب، أطفال ذوي الهمم، مرتين أسبوعياً خلال أيام شهر رمضان المبارك. أكيد جهود كتير كبيرة من قبل مؤسسة شهيق زفير بالتعاون مع جمعية الرجاء. لنتعرف أكثر مشاهدينا على هي المبادرة، معنا عبر اتصال هاتفي الأستاذ منتصر كيالي، مؤسس مبادرة شهيق زفير. صباح الخير أستاذ. صباح النور. كل عام وأنت بألف خير. أنتم بخير، رمضان كريم عليكم يا رب. شكرا لك. صباح الخير أستاذ منتصر، وتمام إن شاء الله يكون زبط الصوت مع حضرتك، ونكمل معلومات من حضرتك عن هي المبادرة يلي هي بالاشتراك مع جمعية الرجاء، وهي إطعام الصائمين وإفطار صائم مرتين بالأسبوع مع التعاون كمان مع الأطفال ذوي الهمم. خلينا نحكي أكثر عن هي المبادرة. طبعا صراحة بين العلماء موجودين احنا بمواقع معينه مع اطفالنا. ما بتتخيلي حجم الحب، حجم السعاده اللي كانت موجوده مع الناس اللي كنا نتواصل معهم، عم نعطيهم المي والتمر والمعروف الى اخره. فعلا عن جد كان موضوع كثير ايجابي، وبيعطي اني حلب خير، حلب تسامح، حلب العفاء. تمام استاذ منتصر، المعروف عنكم اليوم ضمن المؤسسه هو الاستمراريه بالعمل وتقديم الخير بمشاركه اكيد اطفال ذوي الهمم. هي المبادره تحديدا شو هي المحاور يلي غطيتها بمدينه حلب؟ احنا غطينا صرنا تقريبا شيء محدود من بدايه رمضان، غطينا تقريبا اربع محاور. غطينا عن جامع الرحمن، عن جامع التوحيد، غطينا عن مركز في مركز انطلاق الباصات بتوجه فيها للمحافظات. حاولنا الناس بالجسافة مثلا قبل صفتهم بربع ساعة أو ساعة لمحل معين، نعطيهم شيء معين على الطريق، بتعرف يكون الواحد يكون نوعا ما يعني بتضايق قبل الإفطار نص ساعة. حاولنا نكون موجودين عند الجامعة، عند المشافي، مشافي الجامعة، مشافي الرازي، هالمحلات هي بيكونوا مثلا المرضى موجودين أو المناوبين الدكاترة إلى آخره. فكان له دور. حنستمر لاخر شهر رمضان ان شاء الله يا رب بهذا الموضوع بالذات مع اطفالنا اليافعين. انا بحب اقول لك شغله بس، اني رمضان خير، رمضان عطاء، كل ما اعطيتي اكثر كل ما الله بيعطيك اكثر واكثر. خلينا كمان نعرف منك استاذ منتصر، اطفال ذوي الهمم اليوم بهي المبادره هي افطار صائم، هنن عم يوزعوا الافطور للصائمين، كيف عم يكون تفاعل العالم معهم واندماجهم بالمجتمع اكثر، كيف عم يتم وكيف عم يصير التفاعل؟ هلا انا نسيت اقول لك شغله، اني المعروف تم تحضيرهم قبل اليافعين، يعني احنا جبنا المواد، جبنا طحين السكر الى اخره، والمطبخ كانوا موجودين، هن حضروا، يعني صوري الخميره محضره نحن قبل يومين، شو جهزوها وظبطوها وحطوها الى اخره. اما موضوع التفاعل صراحه بيني وبينك كان تفاعل كثير ايجابي، يعني عم تشوفي انت بالفيديو اللي هلا عم بيطلع قدامي، الناس شلون عم تعاطفوا معهم، هذا اللي عم بوسته، هذا اللي عم بيكون يعني مثلا بقول لك العام في رمضان كريم، هذه اللي عم شوفه اني فعلا هالشيء اول مره احنا كان بسوريا بصير هالشيء، اني يافعين ذوي الهمم هن موجودين بالشوارع عم بوزعوا، عم يتفاعلوا مع الناس، عم يدمجوا مع الناس، عم يعطوا طاقه ايجابيه. رح احكي لك شغله، كل ما اعطيتي انت هدول الاطفال اعطيتيهم اكثر بيعطوكي حب اكثر واكثر، طاقه هن طاقه مستمده، بيعطوكي افكار حلوه، بيعطوكي شغلات جديده. انا عم بتراجع بحجم الحب اللي هن عم بيعطونا اياه بعض الاحيان. طبعا نحن بنعطي حب بس هن بيعطونا حب اكثر واكثر.
حلو كثير انه اليوم تنزلوا على الشوارع وتوزعوا وجبات تمام. الافطار تمام. للصائمين، يعني شعور كثير حلو وكثير مميز. خلينا نحكي كمان، كانت هي المبادره بالتعاون مع جمعيه الرجب، قد ايه مهم اليوم التعاون والدعم بموضوع عمل الخير لاكمال اكيد العمل. هلا احكي لك شغله، نحن تشاركيه مع الرجب، نحن اكيد اي عمل نحن بنعمله بنعمله مع جمعيه الرجب لانهم بيمثلوا محور وهم باطفال ذوي الهمم. انا برايي التشبيك مع الجمعيات الباقيه مع باقي الجمعيات بيعطيكي دعم، بيعطيكي دعم اكثر، بيعطيكي افق جديد من انت عم تشوفي هالجمعيات الجديده، عم بيعطوكي مثلا افكار جديده، بيعطوكي امور كثيره. فكل ما انت كنتي شبكتي مع هذه الجمعيات او المؤسسات او المنظمات بصير عندك مجالك اوسع، عندك امكانيه اكثر واكثر تشتغلي على الموضوع. نحن الشركاء مع جمعيه الرجاء، اي حدا عنده اطفال ذوي الهمم نحن مستعدين نكون موجودين معهم وندعمهم، لان نحن مؤسسه ما عندنا اطفال، نحن عباره عن مؤسسه تربويه للاطفال ذوي الهمم وتنميه مهاراتهم وتطويرهم العمل. من فتره قصيره نحن كنا موجودين على ارض الواقع وفي احد الاطفال دخل بسوق العمل. هي نحن اول ما نحكيها هي دخل بمول معين من دون ذكر اسمه، صار يشتغل صار تقريبا شي سنه كامله، وهلا حاليا له دور كبير هو هذا الشخص بالذات. فانا غايتي بالموضوع ان هدول الاشخاص يكونوا قادرين يكونوا على سويه معينه مشان يدخلوا بالمجتمع ويكون له دمج معين. كل ما اندمجتيهم بالمجتمع اكثر بيعطوك امكانيات كثيره. فنحن غايتنا ندمج المجتمعي مع هدول الاطفال اليافعين مشان لهم يكون دور مجتمعي. أكيد بالختام بدنا نتمنى لك كل التوفيق أستاذ منتصر ولا مؤسسة شهيق زفير، وأكيد نوجه تحية لجمعية الرجاء الخيرية.